الفكرة الثالثة اللي تكون معنا الآن هي شيبان محو الأمية. واحد مدرس وأربعة شيبان، واضح؟ تفضل معك دقيقة ونص، وزع الشخصيات واكتبوا السيناريو، حطوا في بالكم الديكور. نار 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 وخط النار. طيب اسمع يا شباب، صلوا عني. عندنا أربع كاركترات متشابهة وكاركتر مدرس. من المدرس فيك؟ أنا بخش. من المدرس؟ مدرس هذا حياتي فكاهية كويسة. طيب إيش رأيك؟ أسمع، بنخليك أنت مدرس، أنجبرت تجي عندنا وكارهنا كلنا. كارهنا. أنا أدي في الشاي. بعدين تحضر. ما أقدر. وليد وزع الشخصيات. طيب مش خلاص. إيه بنوزع. طيب. من المدرس فيكم؟ أحمد العوض. مش كأني قلت لك أنا أبي شايب لأني أتقن. طيب اسمعوا. اسمعوا مني. صدقني. اسمع الفكرة. كلنا مدرس أشياء. يا أخي اسمع مني. وين عليك مدرس؟ طب خليني أعطيكم الفكرة اللي جت في بالي وأنتم كيف؟ يلا سلام. مدرس جاي. طبعا المدرسة هذه مدرسة بعيدة. بعيدة منطقة نامية. يلا شباب باقي 20 ثانية. جوكم الشيبان والمدرس كاره إنه يشتغل معهم. كل واحد يعطي قصته لبها درامية. كل واحد يعطيه قصة. كلكم. في الأخير المدرس يحبهم. وزع سناء وزع جهز القصة جهز القصة. طبعا المدرس. صفر التحقق. طيب. أيوة. اللي ترك عياله. واللي مثلا إيه. شباب أعطيكم العافية. وليد. أنا ما خلصنا. وليد.